التعليمية اليمنية تعلم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامج المدرسة النموذجية. حلقتنا لهذا اليوم في مادة التاريخ مراجعة عامة وحل بعض النماذج للاختبارات من الأعوام السابقة. السؤال الأول، الفقرة ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يلي: 1. اعتمد الاتحاد الأوروبي على المصالح المشتركة كمقومات الوحدة. 2. تشكلت عصبة الأمم قبل الحرب العالمية الأولى. 3. أعاق الاستعمار البريطاني تغلغل الصهيونية في فلسطين. 4. أثرت حرب الخليج في نشاط الاتحاد المغاربي. 5. الصراع بين القديم والجديد كان سمة عصر النهضة. واحد، اعتمد الاتحاد الأوروبي على المصالح المشتركة كمقومات للوحدة، صح. لماذا صح؟ لأن كان من قبل اللي هي الوحدة تقوم على أساس القوميات، لكن الاتحاد الأوروبي لم تكن هناك قومية واحدة، هناك كانت عدة دول، هناك توحد بين عدة دول، لغاتهم مختلفة، ثقافتهم مختلفة، فلهذا فإن الاتحاد الأوروبي قام على أساس المصالح المشتركة، إذن صح. 2. تشكلت عصبة الأمم قبل الحرب العالمية الأولى، خطأ، لأن عصبة الأمم تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى. لماذا تشكلت؟ تشكلت من أجل أن تقف عملية اللي هو الحروب، ومع هذا كله كانت هي سبباً في قيام الحرب العالمية الثانية لأنها كانت ضعيفة. 3. أعاق الاستعمار البريطاني تغلغل الصهيونية في فلسطين. طبعاً الإجابة هنا خطأ. لماذا؟ لأنه من المعروف بأن الاستعمار البريطاني كان هو سبب في تغلغل الصهيونية في فلسطين وليس العكس. 4. أثرت حرب الخليج في نشاط الاتحاد المغاربي، أيضا خطأ، لأن الاتحاد المغاربي هو في إفريقيا والحرب قامت الخليج، فبالتالي بأن حرب الخليج أثرت في نشاط الخليج العربي. 5. الصراع بين القديم والجديد كان سمة عصر النهضة، طبعا صح هنا الإجابة، على اعتبار أنه فعلا كان الصراع بين القديم هو سمة عصر النهضة، بين القديم الذي هو متمسك بالتقاليد والعادات القديمة والقيم القديمة، وما بين الجديد اللي هو يريد التطلع نحو المستقبل، فبالتالي نجد بأن الإجابة بالفعل هي صحيحة. 1. اذكر ما يلي: 1. أسباب الثورة الأمريكية. 2. اذكر 2 من خطوات تحقيق الوحدة الألمانية. 1. أسباب الثورة الأمريكية: 1. حروب التنافس الاستعماري. 2. التنافس الاقتصادي ونظام الرق. 3. الاستغلال الاستعماري. 2. اذكر 2 من خطوات تحقيق الوحدة الألمانية. طبعا هناك 3 خطوات،
الحرب مع الدنمارك والحرب مع النمسا، بالإضافة إلى الحرب مع اللي هو فرنسا، لكن هو مطلوب مننا اللي هو فقط خطوتان لا غير. السؤال الثاني، الفقرة ألف، ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة من بين الأقواس في كل ما يلي: 1. تأسست دولة وطنية منفصلة عن الصين، هي الملايو، تايلاند، تايوان، هونغ كونغ. 2. طبائع الاستبداد مؤلف عربي كتبه: اختيارات الكواكبي، الشوكاني، الأفغاني، البستاني. 3. وضعت أسس السوق الأوروبية المشتركة في الاختيارات: معاهدة روما، معاهدة وستفالية، معاهدة فرساي، معاهدة لندن. 4. تحقق استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني عام 1963 ميلادية، 1967 ميلادية، 1962 ميلادية، 1968 ميلادية. الإجابة: تأسست دولة وطنية منفصلة عن الصين، هي عندما نقول الملايو خطأ، تايلاند خطأ، هونغ كونغ خطأ. إذن الإجابة الصحيحة تايوان. إذن نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة، تايوان. 2. طبائع الاستبداد مؤلف عربي كتبه: عندنا الشوكاني، وعندنا الأفغاني، ولدينا أيضا البستاني، ولدينا الكواكبي. الصح هو الكواكبي. 3. وضعت أسس السوق الأوروبية المشتركة في: عندنا معاهدات روما، ولدينا أيضا معاهدات وستفالية، وعندنا معاهدة فرساي، وعندنا معاهدات لندن. الإجابة الصحيحة هي معاهدة روما. 4. تحقق استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني عام، لدينا هنا 4 اختيارات: 1963 ميلادية طبعا خطأ، ولدينا 1962 وهذا خطأ، و 1968 خطأ، ولدينا 1967 وهو الصح. إذن 1967 تم تحقيق استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني. السؤال الثاني با، عرف ما يلي. لدينا 3 تعريفات: مشروع مارشال، منظمة المؤتمر الإسلامي، مبدأ ملء الفراغ. واحد، مشروع مارشال هو اقتراح وزير خارجية الولايات المتحدة جورج مارشال في يونيو 1947 ميلادية، بإعطاء أكثر من 6 مليار دولار لإنفاقها في إنعاش اقتصاد أوروبا. هذا المشروع سمي كما هو واضح بمشروع مارشال لأنه ينسب إلى وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك جورج مارشال في عام 1947، ولهذا سمي بهذا الاسم. اثنين، منظمة المؤتمر الإسلامي
منظمة دولية تضم في عضويتها 56 دولة إسلامية اتفقت على المشاركة في الموارد وتوحيد الجهود والتحدث بصوت واحد. ثلاثة، مبدأ ملء الفراغ. هو مشروع الرئيس الأمريكي إيزنهاور، وهو المبدأ الذي أريد من خلاله إحلال النفوذ الأمريكي محل النفوذ الفرنسي والبريطاني في الشرق الأوسط بعد انحسار المستعمرين البريطاني والفرنسي. السؤال الثالث، ألف، علل ما يلي. واحد، انسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى عام 1917. اثنين، اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية عام 1941. ثلاثة، إعدام روبسبير من قبل البرجوازية الفرنسية. واحد، انسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى عام 1917. الإجابة قيام الثورة الروسية البلشفية في روسيا عام 1917، يعني الذي جعل روسيا تنسحب من الحرب العالمية الأولى هي قيام الثورة الروسية البلشفية في روسيا عام 1917. اثنين، اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية عام 1941 ميلادية. يعني ما هو السبب في ذلك؟ مهاجمة اليابان للقاعدة الأمريكية في بير هاربور. طبعاً أمريكا صحيح أنها اشتركت في الحرب العالمية الأولى، لكنها كانت بعيدة من هذه الحرب، كانت فقط مجرد احتياط، جيش احتياطي. لكن عندما قامت اليابان بمهاجمة القاعدة الأمريكية، جعل أمريكا تقوم بمهاجمة اليابان، وكلنا نعرف بأنه أمريكا استخدمت في الحرب العالمية الثانية القنبلتين الذريتين لكل من هيروشيما وناجازاكي، مما أدى إلى ضحايا كبيرة وكانت كارثة كبيرة بالنسبة للحرب العالمية الثانية. ثلاثة، إعدام روبسبير من قبل البرجوازية الفرنسية. الإجابة بسبب الإعدامات التي قام بها روبسبير، والذي أخاف أوساط البرجوازية المعتدلة فعملت على تصفيته. نحن نعرف بأنه بالنسبة للثورة الفرنسية ظهر هناك بعض المتطرفين، وكان على رأسهم هذا الشخص اللي هو روبسبير، وهذا الرجل كان معروف بتطرفه، حيث أنه أعدم الكثيرين حتى من رفاقه الذين اشتركوا معه في الثورة اللي هي الفرنسية، ولم يستثني الكثير، حتى العلماء أيضا، بعض العلماء الذين اشتركوا في الثورة الفرنسية أيضا قام بإعدامهم. وبالتالي نجد أنه بعض البرجوازيين الذين كانوا جزءا من هذه الثورة الفرنسية خافوا على أنفسهم في الأخير، فرأوا بأنه لابد من القيام بإعدامه. سؤال الثالث بقى، سمي ما يلي. واحد، آخر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، مؤسس الاتحاد الألماني. ثلاثة، المؤتمر الذي نشأت منه منظمة دول عدم الانحياز. أربعة، الحلف الشيوعي الذي انهار مع انهيار مبادئه.
واحد آخر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ترامب. 2 مؤسس الاتحاد الألماني بسمارك. 3 المؤتمر الذي نشأت منه منظمة دول عدم الانحياز هو مؤتمر بان دونغ. الحلف الشيوعي الذي انهار مع انهيار مبادئه، الإجابة هو حلف وارسو. السؤال الرابع، الفقرة ألف، اكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة. 1 تحقق جلاء الاستعمار فراغ من جنوب اليمن عام 1967 ميلادية. 2 من نتائج الحرب العالمية الثانية انهيار النظام فراغ في ألمانيا. 3 أنهار مجلس التعاون العربي بسبب غزو فراغ للكويت. واحد تحقق جلاء الاستعمار البريطاني من جنوب اليمن عام 1967 ميلادية. 2 من نتائج الحرب العالمية الثانية انهيار النظام النازي في ألمانيا. النظام النازي كان موجود في ألمانيا بقيادة أدولف هتلر. 3 انهار مجلس التعاون العربي بسبب غزو العراق للكويت. العراق غزا الكويت، وبالتالي أدى ذلك انهيار مجلس التعاون العربي، وهذا المجلس كان يضم كل من مصر والأردن واليمن والعراق، 4 دول عربية. 4 الفقرة ب، قارن بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي من حيث عام التأسيس والمقر الرئيسي لكل منهما. وجه المقارنة بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي، لا يمكن للطالب هنا أن يرتب الأحداث إلا من خلال ترتيبه للتواريخ، ولهذا يجب أن ننبه على الطالب أن يهتم بحفظ التواريخ. من حيث عام التأسيس، منظمة المؤتمر الإسلامي تأسست في عام 1969 ميلادية، بينما الاتحاد الإفريقي تأسس عام 1963 ميلادية. من حيث المقر، فإن منظمة المؤتمر الإسلامي مقرها جدة، بينما الاتحاد الأفريقي مقره أديس أبابا. السؤال 5، الفقرة ألف، حدد أوجه الاختلاف بالنسبة لألمانيا في الحربين العالميتين فيما يلي. أوجه الاختلاف في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية من حيث الحلف ومن حيث أول دولة تم احتلالها. أوجه الاختلاف بالنسبة للحلف في الحرب العالمية الأولى ألمانيا والنمسا وإيطاليا، الحرب العالمية الثانية ألمانيا واليابان وإيطاليا. أول دولة تم احتلالها في الحرب العالمية الأولى بلجيكا، وفي الحرب العالمية الثانية بولندا.
السؤال الخامس الفقرة باء، رتب الأحداث التاريخية التالية وفقا لأقدمية حدوثها مستعينا بذكر العام. الحدث إعادة الترتيب العام. 1. تأسيس دولة تايوان. 2. هزيمة نابليون في معركة واترلو. 3. الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن. لا يمكن للطالب هنا أن يرتب الأحداث إلا من خلال ترتيبه للتواريخ، ولهذا يجب أن ننبه على الطالب أن يهتم بحفظ التواريخ قدر الإمكان. إعادة الترتيب: أولاً هزيمة نابليون في معركة واترلو عام 1815. ثانياً الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن عام 1839. ثالثاً تأسيس دولة تايوان عام 1949. أعزائي الطلاب والطالبات، وصلنا إلى نهاية الحلقة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.